كاثرين إليز، صحفية بريطانية تركت عملها هنا لمدة عام وذهبت إلى عمان لدراسة اللغة العربية. أنا قررت أن أترك عملي لأنني أردت أن أدرس في المنطقة مع الناس، وأنا أردت أن أتكلم مع الناس، ولكن أنا أفكر اللغة العربية جميلة جدا وأيضا مهمة بالعالم الآن، لأن يجب هروج مثلا في الشرق الأوسط، وكثير من الأجانب في بريطانيا وفي الغرب لا يعرفون كثير من المنطقة وعن الناس. كاثرين واحدة من آلاف ممن يدرسون اللغة العربية التي تعتبرها الأمم المتحدة واحدة من لغاتها الست الرسمية، وخصصت لها يوما للاحتفال بها عالميا. دراسة اللغة العربية لم تعد تقتصر على مدن العالم العربي فقط، فهنا في لندن وعواصم أخرى حول العالم يدرس آلاف الطلاب لغة الضاد التي يتحدث بها ما يقرب من 400 مليون شخص حول العالم. ويقول الخبراء إنها ازدادت شعبية بين الطلاب على مدار السنوات الأخيرة. فالعديد من الجامعات الأوروبية الآن أصبح لديها قسم لتعليم اللغة العربية، وإقبال الطلاب عليها بات ملحوظاً مقارنة بلغات أخرى. في السنوات 30 الأخيرة ازداد عدد الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية، وتوسعت دراستها ومواضيعها. أعداد الطلاب أيضاً تزايدت. لما بدأت في أواسط الثمانينات في سواس كنا يعني في كل سنة ندرس حوالي 10 طلاب جدد كل عام دراسي، الآن ندرس أكثر من 80 طالب وطالبة جدد كل سنة. أمر تؤكده الدراسات الأخيرة، فاللغة العربية تأتي في المرتبة الثانية من حيث أكثر اللغات فائدة للتعلم، بينما زاد إقبال الطلاب عليها في بريطانيا بنسبة أكثر من 80% بين عامي 2002 و2012. الاحتفال بيوم اللغة العربية وصل أيضاً إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشر كثير منهم أبياتاً من الشعر القديم وكلمات الاحتفاء باللغة يراها البعض جامدة، ولكن يرى فيها آخرون كنوزاً لم تكشف بعد. حنان عبد الرازق، BBC، لندن.